والله شوف زياد هناك شوف صغرها كان لها ضريبة بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جتنا خمة غريبة جدا، صيف حر قيض، بس قررنا ان نطلع نفطر في الجبل. ان شاء الله يصير فوق ابرد الجو ويكون ان شاء الله يعني صرت رسمي وحطيت المايك مدري ليه. جايبين معنا اغراضنا في العزبة الجميلة هذه حق التمت. طبعا هناك في الجبل في مكان حلو مرة وغريب زي الفجوة كذا ومدري وشو، فعشان كذا قررنا ان نروح هناك. بس ان شاء الله يدخل واحد معي. صراحة الشباب خايفين شوي. لحظة خل يمسك، تعال امسك الكاميرا. السلام عليكم. انت قلت قال بيضبطنا باكله اليوم، إن شاء الله. بس ما ادري شو مكونات وزي كذا، بس ان شاء الله تطلع زينه باذن الله. ان شاء الله. يلا عشان الوقت، عشان نصلي الفجر هناك ثم ان شاء الله بنبدا على طول. انا ما قلت لك، شوف قلت لك انها تبان خفيفه، بان انها ثقيله بس هي خفيفه. لا ان شاء الله. يلا وشين الحين شلون بنرقب كل هذا فوق الجبل؟ صح والله ما في استغراق كثيره. شوف انا وياك يعني ان شاء الله نقدر، يعني رياضيين شوي. اي بس الفايده اذا رقنا هناك الساعه 8 ليل الصباح راح الوقت قصير. راح الوقت. لا بنحاول ان شاء الله. يلا يلا ان شاء الله نقدر ان شاء الله. يلا 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 وصلنا للموقع. طبعا المشوار اخذ مننا دقيقه. نرقى من هنا او من هناك احسن؟ والله اللي بقى اشوف خلي ولا اشوف. طبعا موقفين السياره في تحديره، فودي احط حصى تحت الكفرات. لا على قولتهم الاحتياط، انا اخذ الاحتياط. المشوار هذا ستايل الرحلات البرية القاسية. نعم نعم صحيح. فعشان سبحان الله طحت على راس كل شيء. الشارع شوي يحمي ان شاء الله. يحميك ان شاء الله بالضبط. بالله هذا الكوخ البغارة. الباقي قاعد يقول له فترة يتمرن في المسبح، يقول حسيت ان تمارين المسبح ما فيها فايدة يعني. اطلع اطلع. اطلع. من جد. ايش فيك؟ علقت. علقت. تمرين ارجل ذا. تقول لي مسبح كل يوم؟ والله مسبح ما منه فايده. طبعا هذا ولا شيء، هذه بس المغاره حقت الجلوس. ما بوقف لين اوصل. يوو النزول الثالث ولا؟ ايوه ثالث مره هذه، بس ان شاء الله اخذ دفعه. قواكم الله. على هالاطلاله الجميله. وسيم طالع؟ حاول تقصه. ايوه. قول لي اطلع من لقطه وخلاص. هذه نكته. لا. الحين في مكان هناك مره حلو، بس الشباب اتوقع ما يقدرون يلحقوني، فلذلك باخذ معي الكاميرا الصغيره هذه وبوريكم ان شاء الله المكان هناك مره حلو. ايش رايك تخوينا وسيم؟ يلا ما هي مشكله. اذا قدرت ان شاء الله حلو، ما قدرت من بعيد لبعيد. اللي تقدر عليه اللي تقدر عليه. يلا مشينا. يلا بسم الله. حطينا الطاقيه هنا وحطينا جوا حصى عشان نطير، والحين بنروح للمكان الخرافي. جاهز؟ يلا يلا بسم الله. بسم الله. طبعا انا الدفور حق الفطور. يا سلام. جاهزين جاهزين. صورنا بمنتج الفطور. صورنا بمنتج الفطور. اوجد الجملة الصحيحة. شوف زياد هناك شوف صغرها. بسم الله ما شاء الله. المكان الجميل اللي رحت له وينه نسيت. هذا هو. هنا في مكان جدا جدا جميل من هنا. والله وسيم تقدر عليه. لا اله الا الله. والله لا انا اقول بصور. والله تقدر. والله تعال 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 من هنا. حلو. واو والله مرة حلو. والله مرة حلو. طبعا الشباب راحوا ياخذون بعض اللقطات الباركورية وكذا. انا جالس اجهز لهم الفطور، اقطع البصل، جهزت الطماط وجهزت العدة. طبعا العدة كلها من سيف قدري. انا ودي ادخل مع هذيك الفتحة الصغيرة، يبغالي اتسلق من هنا او من هنا بعدين اروح هناك. مع الفتحة. ايه. طيب ممتاز حلو. انا ودي نظر. لا 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 ان شاء الله بتجي معي. بس هنا هنا وتمشي هنا رجليني. بسم الله. رجل هنا وبكذا دخل. يلا وسيم شوف حط يدينك، علق يدينك، امشي هناك. ايوه حلو وسيم كذا حلو. ايوه حاول تمسك بذولي. ايوه حلو يا سلام.
يا امي يا امي ان شاء الله الامور سليمه ان شاء الله تمام. لا تخافي لا تخافي ابعت مداده نفسي. يلا يلا شافو امشي عطني مساحه. يلا يا يا اصبر انا الحين غني دايما ما اقدر ادور. يلا دايما جهز البصل والطماط بنحمس الزيت الحين نسوي الفطور. والله جميل والله المنظر هنا حلو والله مره حلو كيف والله حلو جميل صح حلو. المره اللي راحت قد مره جينا هنا اقول وسيم يقول لا 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 ما يبغى ينزل لكن الحين شجع وسواها. الواحد احيانا لازم يتغلب شوي مو سلام. خوف خوف بس شوي رهبه شوي وانا ودي نظر طيب انت كثير نسحب عليهم بس مشكله عندهم الطبخ صح الاكل كيف ناكل اجل نفطر نجي نسحب عليهم لا كذا هيك طبعا نشرب الشاي هنا طبعا راح نسوي ان شاء الله بيض وتونه. طلعات اللي زي كذا تعلمك الطبخ اصلا لازم تتعلم اسمع التستسه وقت الطماط. يلا رجعنا يلا 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 بس. يلا الحين بنرجع من نفس المكان. انا تو سبقتك صح؟ ايه شو رايك الحين تسبقني؟ شاك انت تسبقني؟ لا انت تسبقني عشان اخذ لك صوره صح؟ اقنعتك اقنعتني علم كيف تروح ولا ما يحتاج؟ لا لا شكرا ما يحتاج. الله والله حلو احس الرجعه اصعب ولا ما ادري سنكتشف ذلك. يلا واو الحين الشمس بدأت تدخل فين في دخل صغير ساكن تدخل فيها أقول والله أقول مع نفسي ليه تشوفون كيف هنا الدخلة يمدينا ندخل من هنا أتوقع شوف الدخلة لا وين وش جدك إيه والله والله صعب صعبة صعب. إن شاء الله تجي واو وسيم شلون تنزل طيب في نزلة بس باركورية أتوقع هذا إن شاء الله ماسكة ما تنكسر وين هذه نقول إن شاء الله شفت جوي فيها غريبة سبحان الله بس كيف أروح لين هناك لازم انسدح انسدح تقريبا والله فيلم والله لو تشوفني تعشف ايش قاعد تسوي توهقت والله انا قاعد شوف هنا ما عندك تمشي من هنا تحتك يعني نزله بس ترى قريبه النزله ترى تقدر اقدر طبعا هو جاء من هناك هذاك المكان خش من الحفره ذي وجاء كذا بس انه تورط الحين هنا والله تورط صدق والله فكري بطب هنا ريح اذا ما عرفت طب طب لين هنا يعني قريبه ولا ارجع ارجع غيوس انتبه الحصى يمكن مو بثابت ولا شيء اول خيار نسيت تقول خيار رقم ثلاثه اني اكمل الهدف اللي انا جيت كفو والله إيه. كفو روح بسم الله طوعه ما احط على العصا العين بسم الله بسم الله بسم الله رجال والله رجال من انتبه لا تزلق ولا شيء ها الحمد لله الحمد لله توقع وشو ذا؟ توقع ثعلب ثعلب يعيش هنا الثعالب تعيش اي اي اجوين تعيش بالله جد والله؟ اي والله شمري شمينها مع بعض اي والله شمين شمين ريحة ركل مع بعض اسحب على الثعلب يلا يلا مشينا مشينا يا عيال والله يا شمينا ريحة الطبخ على كل شيء مشينا يلا الله يستر لا الدواب تجينا بعد عشان الريحة توكل عين سلام ما شاء الله سهلة صح قايل البيت من فوق من فوق بعد الفطور ان شاء الله يا حبيبي هذه البهارات عشان كذا تغير اللون الطماط صار اسود شلون صار اسود يا كشنة بخاري ذا سمع ايش سويت لا اله الا الله الشلهوب قال امسك الملاس يا عبد الرحمن تعال بالله طماط احمر صح؟ ايه. شوف الله هذه احلى اطعم شيء ترى اطعم شيء تدري الشمس الشمس على العموم ان احنا طولنا عليه قاعد باخذ اللقطه فمو بذنبه يعني من كان يطبخ؟ سلمان زين يقول لك إذا كثر الطباخين في الطبخة إذا كثر الطباخين فسد الطعام نجحت الطبخة نعم إن شاء الله ايش هو هذا وش اللي تفكر فيه انا قبل شوي نقز من وين من هنا حلو ممتاز ابغى انقز من هنا من هنا لوين من هنا على الارض هنا على الارض والله شوف تقدر باذن الله باذن الله تقدر خلاص بسم الله يلا 1 2 3 بسم الله خلف الكواليس اوه ما صورت تمزح امزح اول شو تسوي حمس البصل بعدين لونه ذهبي كذا بعدين الطماط الطماط ونحط البهارات والملح والفلفل الشيء اللي انت تبيه حلو بعدين تحركه خفيف حق دقيقه بس بعدين تحط الشيء اللي انت تبغاه وش تطبخ انت رقبوا مع شوف يشوفون الشكل النهائي والحمد لله سويناها لكن كان لها ضريبه بسيطه هذا بالنسبه ليدي وهذا بالنسبه ما ادري وش هذا يسمونه لا سعد 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 بس ما عليك الحين مضبطينك فطور احب قلبك صدق ينسيني اللي جاوب ينسيك والله حلو المكان شلون تحسبني انا ايش يسموني يسموني شلهوب اماكن ايش يسمونك وسيم اللي ياكل الله ايش يسموني ايش
زين الطباخ. الله سلمان وش يسمونك؟ يسموني سلمان مراكي. شغل ما شاء الله. في رمضان كل ما يطبخ الفطور لنا يطبخ فتة. شلون نضبطها في رمضان؟ والله انه يضبطها ما شاء الله. قال بيسويها لنا الحين ان شاء الله. متابعين بيشوفون الفتة حقتي. طيب شافوها حق اللي في سناب شات، اللي ضايفينها في سناب شات، بس حق اليوتيوب ما ضافوها. الكود حقك وينه؟ هنا فلينة سلمان صفرة. يلا فلينة سلمان صفرة. اعطونا رايكم. سلمتونا؟ اهم شيء الملامح، اهم شيء لان هي اللي توضح. والله حلو. والله بسم الله. والله حلو لذيذ. ايش هذا يا زين؟ والله ما شاء الله. يلا باكل انا. يلا. الفتة حقتك ما شاء الله يعني حلوه. الله يخليك. تشبع منها. الله يخليك. تو شيء لازم تعرف الهواء من وين عشان تعرف شلون تحط الواقي هذا. شلون ما شفت واحد الشياطين حجر سوا. عرفت منو ذا؟ عرفت مين؟ مقصوده والله. والان وصلنا عند المرحله الشيء الثاني، تحط قشطه. ايه بعد ما تحمسها القليل من السمن. بسم الله نضع القشطة. ما شاء الله تبارك الله. هذه قعدت 3 سنوات عشان اتعلم شلون اسويها. 3 سنوات؟ انا يبي لي 5 سنوات اجل. لا يبغى لك 20 سنة. هذا عسل اصلي ها؟ عسل كشميري. بس احنا حاطينه في قارورة يعني خارجية، لكن هو عسل كشميري. بسم الله. قشطة. بنتبه ترى هذا يجرح اذا فك. بسم الله عليك. يعطيك العافية على المعلومة. الله يعافيك. الشوط الثاني من الكورن فليكس. الخطوة الأخيرة وهي العسل مرة ثانية. بسم الله. قهوة في ذيلنا. الله. الحين بعد ما تذوقون تعطونا رأيكم. الله ولا. حلو. تعبير الوجه. والله صدق حلوة. شكرا. والله صدق حلوة. والله قوي. صحيح. والله يفوز. بسم الله. يا حبيبي. والله لو يدرون عنكم الاوروبيين ينهبلون. درجة حرارة 40 ويشربون شايف. بس السؤال مين اللي اقترح علينا نطلع؟ سوي اقترح علينا نطلع. انت. انا ها؟ كانت طلع حلوة لين احتر الجو، يوم احتر الجو. لا فيزيائيا يقول لك، كيميائيا ما ادري، حار مع حار يصير الجو بارد شوي، بعد نشرب شاي تشوفون كيف الجو بيتحسن. في مثل لحظة طلع ملح. والله؟ يبي يحط سكر طلع ملح. هلا والله. كويس اني ما شربت للحين. لا جهزك ملعقه. جهزي ملعقه وبحط سكر يعني. انا عبد الرحمن الحمد لله ما نشرب بدون سكر، نشرب بدون سكر ما حطينا شيء. يعني ما حطيت في البريق انت؟ لا حطيت في البريق. كويس الحمد لله. اني قلت سفري. الحمد لله اني قلت له لا نبغاه بدون سكر. ايش تحسبه صقر يعني؟ لا مو البنيه. انت تبغى تقول اعطي الصوت. انت تعرف بالله اعطني الصوت عشان ارد عليك انا. لا ايش رايك طلعت اليوم؟ والله ممتازه لين احتر الجو. والى هنا وصلنا الى نهايه الفيديو. اتمنى اذا الفيديو اعجبكم تعطونا لايك، وايضا اذا كنتم تبغون تشوفون جديدنا تعطونا اشتراك عشان تشوفون كل جديد. وصلونا على النبي، ودائما وابدا خلوكم مستمتعين. وحطه يلا. يلا شوف. لا 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 ل